كالعادة ستة أسئلة ثم مناجاة ثم موضوع الحلقة. وأعتقد أنه موضوع مهم جدا في الحياة الغلط. مش هنعرف الحياة الصح إلا إذا عرفنا الحياة الغلط. وكل جمعة كل حلقة بنقدم صورة من صور الحياة الغلط اللي مع الأسف معظم الناس عايشينها. أول سؤال من الأسئلة في عندي ثلاث أسئلة خاصة بالأموال، يعني المال ده اللي هو عصب الحياة واللي هو بيودي جهنم على طول كده ما فيهوش فيها فصال. يعني الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. الفلوس دي حاجة فظيعة جدا جدا ما فيهاش مسامحة. قبل أن يأتي دينار ولا درهم خلص نفسك من دلوقتي لو عليك مظلمة الواحد فيها قرش ساغ مليم. أول سؤال بيقول لي أنا بعمل في محل وبعدين بيجي بعض الزباين وهو ماشي يجي غمزني بحاجة جنيه 5 10 أحيانا 50، وهو بيسأل لأن مراته بتسأله وده شيء طيب طبعا، هل الفلوس اللي بيدوها للزباين دي حلال أم حرام؟ هو الحقيقة أنا عشان أجاوب عايز أقول لك نقطتين اتنين في منتهى الأهمية. النقطة الأولى قاعدة عامة ما بتتغيرش أبدا، أنا يجيني فلوس من غير ما أسألها، يعني من غير ما أقول له إيدك لأي واحد حتى لأي واحد، أو من غير ما تشرف نفسي لها، يعني ابقى واقف كده ومتطلع عيني هتطق شرار ما كنتش هاخد. الاتنين دول اذا انتفوا فالمال اللي يجي لك كما روى البخاري في صحيحه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مال مبارك فيه. قال عليه الصلاه والسلام لعمر رضي الله عنه سيدنا اذا جاءك هذا المال من غير ان تساله في رواية ولا أن تشرف نفسك إليه فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك. يعني حاجة تجيلك كده. النقطة الثانية بقى خطيرة جدا، المال اللي حيدولك الزبون ده حلال من غير كلام بشرط بقى بشرط. الزبون ده حاجة تاني اللي أنا أخاف منه اللي هو معروف بسد الذرائع، يعني إن يجي تاني يديك فلوس لو أنت قاعد على المخزن أو قاعد على اللي بيسموها إيه معرفش الشير ده ولا إيه، حضرتك تاخد منه فلوس قديمة ما تروحش وتغرق صاحب المحل أو صاحب الشركة ماشي، عشان هو بيديك فمش هتبص، ممكن يديك فلوس زيوف مضروبة ما تروحش ما تتصرفش تاخدها لأنه بيديك، وممكن تنقله الحاجة الحلوة وممكن تزوده في الميزان تبقى مصيبة سودة عشان بيديك، وممكن تديله كياس فاضية زيادة، يعني هو واخد مثلا كيلو اكس اف، مفيش حاجة اسمها اكس اف بس ما عملش دعاية لأي حاجة مثلا يعني، فحضرتك حطيتها له في شنطة فيقول لك ايه والنبي ممكن شنطة تانية تكبش له كبشة عشان هو بيديك 10 جنيه، مصيبة سودة. يبقى خدنا حاجة الأصل فيها الحل وعملنا حاجة الأصل فيها الحرمة، فيبقى احنا مثلنا كمثل الذي أراد أن يرضي الله فأغضبه. عشان كده إذا كنت حضرتك متأكد انك لا هتدي له كيس فاضي زياده ولا هتاخد منه فلوس زيوف او فلوس مقطعه ولا هتجامله باي نوع من انواع المجامله خد منه، اما لو ما تضمنش روحك يا ابن عمي يبقى خد بنصيحتي انا في الموعظه الحسنه وقول له شكرا كتر خيرك ما باخدش، مش علشان تكشر في وشه او عشان تدي له حاجه تلفانه او عشان تنقصه الكيلو والميزان، ولكن علشان خاطر تراعي ربك وتتقيه في الامانه المسنده اليك وهي وظيفتك الاساسيه. وياما الحاجات دي بوظت بلاد، وانا بقولها لكم اهو، ياما بلاد خسرت اقتصاديا ودينيا واجتماعيا بهذا الشيء، وياما 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 وياما. وانا كنت حتى انصح بنتي انا واقول لها خلي بالك يا حبيبتي ما تخليش حد يدفع لك ثمن تذكره باص، لأن المرة الجاية هيحط إيده على إيدك كده ويقول لك إزاي الحال، خليك منولها كده ما بقبلش من حد. ادفعي أنت لكل الناس لكن بلاش يا بابا، عشان ما نضمنش اللي بيدفع ده وراه إيه ولا نيته إيه، يبقى نستبرئ لديننا ولثوبنا ولحياتنا فيبقى أفضل نمنع. السؤال الثاني بقى سؤال من امرأة محترمة جدا، وأنا بقول محترمة لأنها بتسأل، أي واحد بيسأل ده إنسان محترم جدا وهيزداد احتراما ويزداد تقديرنا له إذا عمل بما سأل. هي زي كتير أنا متأكد كثيرات من الزوجات المسلمات بتقول وأنا بغسل هدوم جوزي بلاقي في البنطلونات خير ربنا الكتير قوي، إيشي 200 جنيه حتة واحدة متسابة، مياية
50 أقل حاجة، أبصى كده فيها 7-8 فكة أقول فرجت يا واد، ونجيب بقى حاجة ساقعة ونصرف. بس قايلة لي هنا شوكة جامدة قوي، مع إنه أمانة ربنا مش مقصر ومش بخيل. أنا بقول لهذه الزوجة أنت حرامية للصايع، تخيلي؟ آه والله ما ينفعش حتى لو كان بخيل. هيجي واحد يقول لي مش في حديث هند خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف؟ أقول له ده في نظري أنا مبروك عطية المتواضع من باب القضاء مش من باب الإفتاء، لأن سيادتك يا مفتي لو قلت لواحدة خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف هتنحل جوزها نحل. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، وبعدين ده دي هند بنت عتبة، الكبيرة بنت الكبير، الشبعانة بنت الشبعانين، من علية القوم بجد، فهتاخد بالمعروف، لأن أبا سفيان رجل شحيح. المعروف ده إيه؟ ما يكفيها ويكفي ولدها. النهاردة المعروف بقى ممكن يكون منيل ب60,000 نيلة ما يكفيش الزوج نفسه لو بعناه في السوق. يعني لو في سوق بيباع فيه الرجال وهي خدت جوزها تبيعه بشحمه ولحمه وعلمه وكل جاهه مش هيكفيها، لأن في 1,000,000 حاجة في السوبر ماركت بس مش في الأسواق الكبيرة. فيبقى إذا أنا وزيك، واحد بيسألني النهاردة الصبح سؤال وأنا جاي والله وافق قدرا، واحد بخيل مع إنه غني، مراته تعمل إيه؟ أخدت من وراه حاجة، قلت له حرام. طب تعمل إيه؟ تجيب أهلها اللي جوزوه ويتجمعوا. يا ابني أنت ربنا فاتح عليك، وربنا قال لي ينفق ذو ساعة من سعته، فوسع عليها، خلي ربنا يوسع عليك. ما جابش نتيجة تشتكي للقاضي، أهو كل الناس هتستغرب دلوقتي، تشتكيه أنا أدو. هو يا إخوانا لماذا شرع القضاء في الإسلام؟ الإجابة لفض الخصومات. في خصومة بيني وبين أعز الناس إلي، أبويا أمي إخواتي اللي ظلموني في الميراث. كثير جدا من الناس بيعتقد إنه لو رفع الأمر إلى القضاء يبقى بيعادي الحياة. غلط، دي حياة غلط، دي صورة من صور الحياة الغلط. القضاء ليس عداء، ما دام الذوق مش جايب معاك نتيجة القضاء برضه ذوق. محدش يقول إذا يبقى القضاء بقى يبقى أدخلك المحاكم، أدخلك ودخل اللي جابوك. ما دام الشاي ابو نعناع مش مقصر فيك اشربه هناك بقى في البوفيه بتاع المحكمه، ونفض الخصومه والقاضي يحكم لنا ونعيش برضه في منتهى الجمال. انتوا عارفين من صور الحياه الغلط لسه ما قدمتهالكوش، ان احنا عندنا مثلا جماعه منوهين على الطلاق. الفقه الاسلامي اللي ما هيعرفوش الا من رحم الله بقى يقول الوعد بالطلاق ليس طلاق. يعني لو واحد قال لمراته ان شاء الله هطلقك لا يقع الطلاق، خلاص، لانه ما يعرفش مشيئه الله زي ايه. ولو قالها انا هطلقك هطلقك لا يقع الطلاق. لكن ايه اللي بيحصل في الحياه الغلط؟ يبقى جواز تحت ايقاف التنفيذ حتى يتم الطلاق او لما ربنا يشوفنا صرفه. هكذا يقول الناس، دي حياه غلط، حياه غلط غلط. ما دمنا على ذمه بعض لازم نستمتع ببعض لغايه لما يقول لها انت طالق ان شاء الله يا رب يكون. في مثال في كتب الفقه مشهور جدا يقولوا ايه؟ لو قال لزوجته اذا جاء زيد فانت طالق. زيد ده ابن عمك فاتحي مثلا الله يرحمه، هيجي بعد ايه؟ بعد سنة الا شهر من دلوقتي. طيب زيد لما يجي ان شاء الله بعد سنة الا شهر ايه حكم الزوجة دي؟ طالق على طول. اول زيد ما يخبط ونقول مين؟ يقول انا زيد، اصبحت المرأة دي طالق. طيب خلال هذه السنة الا شهر الى ان يأتي زيد كيف تكون الحياة؟ الإجابة فرفشة ومعاشرة واللي بتسموها حميمية وبهيمية وجنسية ويوم القمر على البابية أي حاجة خلاها ربنا في تلك حياة كاملة دلع وفرفشة وإنفاق وسرور. وأما يجي زيد تطل. إنما ده لو واحد قال لمراته النهاردة 2013 14 15 الموديل المديرن، أما يجي زيد اللي هو هيجي بعد 3 سنين من العراق خلاص، فانت طالق من دلوقتي اقول البوز يتضرب. ومش اما يجي زيد انا طالق، شوف لك بقى واحده تغسل لك هدوم، حاجه صعبه قوي، ده مش دين. نعك يعك وعاكا يا امي، الفلوس دي لازم ترجع لجوزك، ربنا هيدخلك النار بسببها، انا بقول لك اهو. طيب السؤال الثالث في المال برضو، يطلب مني جاري العجوز لانها صفه مرفوعه للفاعل جاري ان اشتري
له شيئا بعشرة جنيهات، فأفاصل وأجتهد وأشتري ذلك الشيء له بثمانية، فهل الجنيهان من حقي؟ الإجابة بقى في هذا الحديث الجميل عشان نشغل مخي.